كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كلمه يكون يعني الامه الاسلاميه يعني بالمناسبه ان شاء الله يا رب العالمين، تقبل الله منكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ومثل الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. ساهني لكم صحيح تقبلكم مبارك تقبل الله منكم شما سيادة إن شاء الله. السلام عليكم، ما بمناسبة سعيدة ما قادم الشعب السعيد إلى مرمتكم مبارك، كل ما أنتم بخير تعدوا بالصحة لنا إن شاء الله، لنا وكل أمة إسلامية خوتنا فلسطيني إن شاء الله ربي وسلام إن شاء الله. بارك الله فيكم. أقدم التهاني لكل أهالينا المسلمين عامة ولأهالينا فلسطين خاصة وللحجاج جميعا، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن ييسر أمرهم وأن يغفر لنا ولهم ذنوبهم، تقبل الله من الجميع، وعيد كريم لجميع الأمة الإسلامية. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك لكل الأمة العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينصر فلسطين.